وفر جرت بين المحتجين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين في ساحة الكونكورد بباريس حيث يقع مبنى البرلمان. وألقى محتجون بمفرقعات تجاه قوات الأمن وأضرموا النيران في صناديق للقمامة. وترغب حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة يشهدها الشارع الفرنسي، حيث تختلط أدخنة النيران التي أضرمها المحتجون مع رائحة الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين في ساحة الكونكورد بالعاصمة الفرنسية حيث يقع البرلمان، كما وقعت بعض أعمال الشغب في مدن كبرى أخرى مثل أميان وليل وغرونوبول ومارسيليا. وزير الداخلية الفرنسي أمر بوضع حواجز أمام البرلمان وأقسام الشرطة ومبان أخرى تحسباً لأعمال عدوانية تستهدف المنشآت الحيوية. موجات الغضب الشعبي اندلعت بعدما اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا مفاجئا ولجأ إلى مادة من الدستور لإقرار مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد وصدق عليه دون تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو القانون الذي أبرز ما فيه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. هذه الخطوة أثارت سخط المتظاهرين والنقابات العمالية ونواب المعارضة الذين هددوا بتقديم مذكرة لسحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن. موجة الاحتجاجات على قانون إصلاح نظام التقاعد تمثل التحدي الثاني الذي تواجهه فرنسا منذ احتجاجات حركة أصحاب السترات الصفراء قبل 4 سنوات، وربما تنذر بأزمات سياسية متعددة في السنوات الأربع المتبقية من ولاية ماكرون الثانية، وربما تنذر بأزمات سياسية متعددة في السنوات الأربع المتبقية من ولاية ماكرون الثانية.